مساء الخير على كل مشاهدينا، برحب بحضراتكم معانا حلقة جديدة ويوم جديد مع ست الستات. طبعا الدولة في الفترة الأخيرة بتهتم جدا يعني اهتمام كبير بالأطفال، وأصبح واحدة من أهم الأولويات للدولة المصرية خلق جيل جديد مبدع ويبقى قادر كمان على تحقيق أملنا فيه في المستقبل، مستقبل مشرق وكله مواهب. والنهاردة هنتكلم عن المسؤولية في تربية ولادنا وطرق اللي هي أهم حاجة بقى، طرق تعليم التفكير للأطفال. مين اللي هيعلم ولادنا إزاي يفكروا وإزاي نربي أولادنا بشكل صحيح وسليم؟ هنتكلم أكتر النهاردة في الموضوع ده، لأن النهاردة بجد منورانا الكاتبة الكبيرة وعضو اتحاد الكتاب الأستاذة هويدة زكريا، اللي برحب بيها معانا في ست الستات. زي حضرتك أستاذة هويدة. يعني أكيد اهتمام الدولة بالأطفال بينعكس بالاهتمام بالناحية الفنية والناحية الروائية وناحية الكتابات اللي بتخصص للأطفال والأعمال اللي أصلا بتتقدم للأطفال. إحنا فين من الأعمال اللي بتتقدم للأطفال في تقدير حضرتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الطفل في الدولة هو رجل المستقبل. أكيد طبعا رجل المستقبل، فاهتمام الدولة بيه الحقيقة كان واضح جدا، وواضح من بدري يعني بأنها وفرت له سبل كتيرة جدا لرعايته والاهتمام به والاهتمام بالأنشطة بتاعته والاهتمام بكيفية ممارسة حياته الثقافية من فترات ما يبدأ يتعلم الثقافة، وده واضح في قصور الثقافة الحقيقة، لأنها في كل المحافظات على منتشرة فكرة. لأن ما أنا بقول قصور الثقافة لأنها الوحيدة أو المؤسسة الوحيدة اللي موجودة في كل محافظات الجمهورية. لكن دي مرحلة، دي مرحلة احنا بنقول لما نيجي نعلم الطفل التفكير محتاجين مرحلة سابقة على المرحلة دي، وهي مرحلة الطفولة ما قبل المدرسة، قبل ما يروح قصر الثقافة، وقبل ما يروح المؤسسة الرعاية اللي هي مثلا هتعلمه أي نشاط. محتاجين لمرحلة سابقة نجهز فيها الطفل. هيبقى فيها بقى الأب والأم، في أكتر من الأب والأم، لأن طبعا يعني مش بس اللي بيراعي الطفل هو الأب والأم، في مؤسسات تانية كتيرة اللي هي بتراعي الأطفال، حضانات دي كير حتى الأطفال بيروحوها بس الصبح، والأب والأم في الشغل مشغولين مشغولين. فبقول ان تعليم التفكير ده هو مرحلة سابقة على المدرسة، وسابقة على أصول الثقافة، وسابقة على يعني خروجه من البيت. صح، لان المرحلة دي هي اللي بتبني الطفل، هي اللي بتبني شخصيته. صح، لان الشخصية بتتبني من ما قبل الولادة، من الام من ما قبل الولادة. فلو احنا اهتمينا جدا جدا بتعليم الاطفال التفكير او رعايتهم الرعايه الكافيه اللي هي تخليهم قادرين على الاستنتاج والتفكير والتخيل، ده طبعا هتقولي لي ما قبل المدرسه مرحله يعني الطفل هيبقى فيها غير قادر. لا، يعني التفكير بسيط شويه واللي في الدماغ دايما اللعب، ليه طريقه، هو في طريقه حتى للعب طريقه، هو ليه طريقه. طريقه التعليم التفكير ما قبل المدرسه هو اللعب، هو اللي حضرتك قلتيه بالظبط، هو اللعب. مشاركه الام او اللي بيقوم على تعليم الاطفال او على تربيه الاطفال او على رعايتهم لابد ان هو يكون مؤهل نفسيا، او لابد ان يكون هو عنده قدر من حبه للطفل نفسه. سواء كان طبعا الام ده شيء مفروغ منه طبعًا في الحب، لكن انا بقول ان في حد تاني كتير جدا بيبقى بيراعي الاطفال بيراعي الاطفال اللي هم صغير السن، الصغير ده السن ده اهم سن، اهم سن على وجه زي الاطلاق، زي النقش على الحجر، اهم سن على وجه الاطلاق. لان هو ده اللي بيتبني فيه شخصيه الطفل، اللي هو الثلاث سنين الاولانيين للطفل. مش ابدا ست سنين وسبع سنين ابدا، هو دايما بيقولوا ان من اليوم الاول لغايه سبع سنين ده حفر، من اليوم الاول لحد سبع سنين
بيتقسم كمان بيتقسم بيتقسم الى مرحلتين، من زيرو لثلاثة، من زيرو لثلاثة ومن ثلاثة لسبعة. من زيرو لثلاثة ليها طريقة في التعليم التفكير، ومن من ثلاثة لسبعة ليها طريقة تانية في تعليم التفكير. هل احنا عارفين الكلام ده؟ يعني هل القائمين على تقديم محتوى، خلينا نتكلم على محتوى، لان ايه انا كأم واقعي. عايزه او واقعي بشوف كتير، ويعني امهات كتير بتبقى عايزه ولادها، انا اسف على اللفظ، بس يتلهوا في حاجه، ما هو نستغل الحته دي في محتوى، يعني نضرب عصفورين بحجر زي ما بنقول. هنا الخطا، انا اسفه طبعا. هنا الخطا، هنا الخطا، لان ربنا مدينا هديه. صحيح، هديه، يعني احنا لو عندنا فازة حد جايبها لنا هديه نفضل ندور ونحطها فين ونشيل ونعمل. لما ربنا يدينا بقى هديه نوفر جهدنا بقى ونحط نفسنا في مسؤولية، ان احنا داخل مسؤولية دلوقتي، صح، نوفر الجهد والوقت ونحط كل همنا في الطفل ده، ازاي ان احنا يعني نكسب رجل، نكسب شاب يافع، نكسب شاب متعلم، نكسب شاب مفيش، مش هندور هنحميه من الإجرام ازاي. طبعا الكلام ده على الولاد والبنات، كل يعني كل الطفل عموما، الطفل عموما. فاحنا لو في فترة من واحد إلى ثلاثة اهتمت الأم واهتمت المؤسسات الدولة كلها معاها في إنها توفر لها الراحة وتوفر لها المعلومات، يعني أنا نفسي إن حضرتك قلتي جملة مهمة جدا، إزاي هنعلمهم، إزاي هنراعيهم صح. الأم زي ما بتروح للطبيب المتابعة للحمل، تروح لي يعني يبقى في برامج لتعليم الأم إزاي تعامل الطفل في الفتره دي. مفيش حاجه اونلاين، لازم نعمل ده، يعني مفيش عندنا مواقع الدولة. متخصصه، انا بقى هنا بحتاج يعني بطلب من الدوله ده. اوكي، بطلب من الدوله ده ان هي زي يعني لازم توفر ده الميزانيه دي لو اتحطت لتعليم الام وتعليم اي حد بيراعي الاطفال او مرتبط بالطفل او دوره ان هو ينشا طفل، ان هو يبقى مدرب. صحيح، لابد ان يبقى مدرب، لابد ان يبقى في برنامج. برنامج احنا ما عندناش ده، ما عندناش ده بشكل كافي. ده كله حاجات فرديه. الموجوده كلها حاجات مجهودات فرديه، بتعتمد على الشخص، مجهودات فرديه. لكن احنا عشان نعمل مستقبل صح، نحط ميزانيات. طب ايه الجهه، ايه الجهه اللي تقدم الدولة. الخدمه دي الدوله، ايوه في الدوله نفسها، ايه الجهه اللي يبقى في اصول الثقافه زي ما قلنا يعني قبل كده، وفي يعني مؤسسات المجتمع المدني. يعني دي هتبقى اكتر مؤسسات المجتمع المدني تشارك فيها، الجمعيات دول هيبقوا اسرع ومنتشرين اكتر وقريبين من من الامهات اكتر. هل ينفع مراكز الشباب تبقى مهتمة الشباب بالموضوع ومراكز ده؟ الشباب كل الاماكن اللي الدوله بترعاها للطفل او للشاب، هي دي دورها. ولو بدانا من الفتره الاولانيه اللي هي بنزرع فيها الشجره، ده هيبقى بقى لل لو زرعنا الشجره صح للاب او الام من هم صغيرين. احنا بنتكلم يعني على اللي هيقوم بالتربيه. صحيح. سواء بقى كانت الام لوحدها، الام والاب، أو أي أو حد. أي حد طبعاً. إحنا هناخد الكلام ده كقاعدة للكلام اللي هنقوله، هنخرج فاصل ونرجع نتكلم على مثال للإصدارات. الأستاذة هويدة زكريا ليها إصدارات خاصة بالأطفال، عايزين نشوف كده إيه التفكير، إيه اللي عايزين ننقله لأولادنا، ونتكلم أكتر مين اللي هيساعد ولادنا على التفكير السليم. فاصل ونرجع. رجعنا لحضراتكم من جديد، ولسه بنتكلم في نقطة مهمة جدا مع ضيفتنا النهاردة الأستاذة هويدة زكريا عضو اتحاد الكتاب، اللي بنتكلم معاها عن ازاي نعلم ولادنا الصغيرين اللي هو من سن زيرو لغاية 3 سنين طريقة التفكير. اتفضلي يا أستاذة هويدة. طريقة التفكير للسن ده مهمة جدا، وهي اللي بتشكل تفكيره وشخصيته. لان هي التفكير بيعلمه ان هو يستنتج،
التفكير بيعلمه ان هو يفرق ما بين الرديء والكويس والجميل، بتعلمه التخيل، بتعلمه حاجات كتيرة جدا. مهمة قوي. تخيل، لان الطفل لما بيبقى وصل لثلاث سنين في العصر الحديث اللي احنا فيه ده، مع انفجار المعلومات ومع كثرة المعلومات والمعارف كمان. والمعارف معارف كتيرة جدا بياخدها من اي مكان. طبعا التليفون ما بيسيبش ايد الطفل من ثلاث سنين. لو انا سبت الطفل للآلة مش هحرك فيه اي حس، مش هحرك فيه اي خيال، مش هحرك فيه، فهيبقى عبد للآلة دي. وهيبقى معلوماته جاية منها هي بس، وهي دي الصورة اللي موجودة في ذهنه. لكن لو تدخل العامل البشري اللي هي الأم طبعا، وده الدور اللي ربنا خلقها علشانه، هيكون ليه تأثير كبير جدا في انه ينتقي اللي هيتفرج عليه. يعني الحديث مع الطفل ده مهم جدا، المشاركة الوجدانية. يعني نحاول نفصله عن التكنولوجيا إلى حد ما، نحاول إن إحنا نملى حياته في الأول علشان لما يخش. بس برضو في النهاية هنضطر إننا نيجي في وقت نواكب التطور الطبيعي. إحنا هنواكبه. إحنا بنعمل إيه؟ إحنا بنعمل حماية. أيوه. حماية. أساس. حماية. الفترة اللي هي من زيرو لتلاتة دي مهمة جدا لحماية الطفل. أنا بدخل في عقله اللي هو أصلا ربنا خلقه جميل جدا وفطري، بدخل كل المعلومات اللي أنا عايزاها. ده أنا فرصة عندي إن أنا في حاجة بيضة جميلة عايزة بكتبها، أكتب عليها كل الحاجات اللي أنا عايزاها، أبني شخصيته بالشكل اللي أنا عايزاه. مش كل الأمهات مؤهلات دي إن هم يبقى عندهم كم ده من المعرفة. ما هو ده اللي احنا بنقوله، إن وهي حامل لابد إنها تاخد دورات تدريبية على إنها إزاي تعامل الطفل. لازم، لان دي حاجه مهمه، دي اهم من رعايه الحمل عند دكتور. لان دي اهم، لان انت لما هتخلفي الطفل ده هتعاملي معاه ازاي؟ يبقى احنا عندنا شويه نقص في الاصدارات، في الاصدارات الخاصه بتنميه مهارات الام لاول ثلاث سنين. طب احنا قبل ما الوقت ينتهي، احنا اتكلمنا من زيرو لثلاثه، انا عايز اعرف اصدارات حضرتك بقى بتخاطب الاطفال من 8 ل 12. اوكي، دي طريقه بقى مختلفه، دي طريقه ثانيه في التفكير. الطريقه الثانيه في التفكير هي الاولانيه طبعا، هي المشاركه واللعب الاساسيات دي بالنسبه للطفل. الطريقه الثانيه هي عن طريق الحكي. عن طريق الحكي وعن طريق طبعا هم خلاص بقى هم هيمسكوا بقى التاب وهيمسكوا التليفون وهيشوفوا الافلام الكرتونيه اللي فيها كل الحاجات الصعبه دي. لازم يبقى هو طبعا مؤهل منين؟ مؤهل من الام او مؤهل من المكتبات اللي لابد ان الام تشاركه في انها يقرا، لان القرايه دي شيء مهم جدا جدا. صح. جدا ده الوقت اللي هيتعلم ده فيه ده الوقت اللي هيتعلم فيه. اختيارها للقصه وللعبه، اللعبه نفسها، اللعبه الميكانو، الحاجات اللي هي تشوف مهاراته فيها ايه، اللي تشوف ازاي تنمي المهاره دي او تكتشف مهارته فين. ايوه، لان الاكتشاف ده بيبقى هو في الفتره دي من 7 سنين. صحيح. هي هنا بتكتشف. لما الطفل بيكتشف موهبته وهي بتقدر تنميها عن طريق طبعا البدائل. لا، وكمان يعني تزقه للحاجه اللي هو بيعملها باستمتاع اكتر. هتشاركه بقى في ان هو ايه اللي بيختاره، ايه اللي بيحبه، ايه اللي يقراه. دي كلها هتساعده بجانب اللي هو بيشوفه، فهنا هيبقى في توازن. صحيح. لكن لما نسيب الطفل لوحده صراحة ان يبقى فيه فعلا زي ما استاذة هويدة قالت عناصر مساعدة للأم، ان هي مش بنتولد عارفين هنعامل ولادنا ازاي. طبعا. فلازم يبقى فيه مساعدة عن طريق اصدارات، عن طريق كتب، عن طريق دورات تدريبية. عن طريق حاجات حتى اونلاين. لو نسهل على الأم المهمة، انت حامل بتستعدي، استعدي صحيا ونفسيا وكمان ثقافيا وتربويا لاستقبال الطفل اللي جاي. بشكر استاذة هويدة زكريا، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. والفقرة اللي جاية بقى بعد الفاصل هنتكلم فيها عن ازاي نوصل للوزن المثالي. دي على فكرة مش خزعبلات، دي خطوات ممكن ناخدها للوصول للوزن المثالي. هنعرف الخطوات دي ايه وسبل تحقيقها على ارض الواقع وفي اقل وقت ممكن بعد الفاصل. خليكم معانا.
بصوا بقى، يعني احنا مش هنزايد على بعض، مين فينا ما بيحبش الاكل؟ مين فينا ما نفسوش ان هو وهو بياكل يبقى كمان بيخس ويبقى جسمه حلو ورشيق ويوصل للوزن المثالي من غير حرمان؟ طبعا بنفضل نجرب في انظمه غذائيه، اللي يقول لنا الكيتو والصيام المتقطع والانظمه الكتير المنتشره. على فكره انا مش ضد اي نظام من الانظمه دول، ولكن للاسف في ناس كتير برضو بعد كل الممارسات دي مع الانظمه المختلفه، يعني مش عايزه اسكو بس ما بتوصلش برضو للوزن المثالي. طيب نعمل ايه؟ ايه الحل؟ ده اللي هنعرفه النهارده مع ضيفنا اللي منورنا، دكتور محمد تركي المدرس بكليه الصيدله. برحب بحضرتك معانا دكتور محمد. اهلا بيك. يعني يمكن لقائنا المره اللي فاتت فتح علينا ابواب من الاسئله لا تنتهي، لكن نرجع تاني ونفكر نفسنا ونفكر كل اللي بيتابعنا بالانظمه الغذائيه. إلى أي مدى الناس دلوقتي كل نظام غذائي جديد يعني بتديله تجربة؟ صح. كل مرة حضرتك مع أنهي نظام غذائي؟ طيب قبل ما نقول بس الأنظمة نقول إحنا بنعمل الأنظمة ليه؟ مش إحنا بنعمل الأنظمة عشان نتخلص من السمنة؟ ده أكيد. صح؟ صح. طيب أهم حاجة الناس تبقى عارفة إن السمنة يعتبر مرض زي ما اتفقنا. صح. السمنة يعتبر إيه؟ مرض. شوية حقائق كده عن السمنة. السمنة لو وزنك زاد أكتر من الطبيعي ب 15 كيلو جرام، نسبة والوفيات ليكي او للشخص اللي زايد عنده اكتر من 15 كيلو جرام ده، نسبة الوفيات بتزيد لايه؟ ل 30%. يا نهار ابيض. شوفي بقى يبقى ايه؟ يبقى ما نستهونش بفكرة انا زدت 10 كيلو انا زدت ايه 15 كيلو. لا، يبقى دي حقيقة دلوقتي بقت مثبتة. زيادة الوزن بنسبة 15 كيلو يؤدي الى زيادة عن نسبة الوفيات عن وزنك الطبيعي او وزنك الطبيعي عن وزنك الطبيعي يؤدي الى زيادة نسبة الوفيات بنسبة 30%. يا الله. يبقى ده كده خطر. طيب، طب لو زاد 5 6 كيلو، ما انا هقول بقى انا في الرينج الطبيعي او كده. لا، ده بيعمل لي زي ما نقول كده كومبو امراض. عارفه لما تروحي تشتري فاست فود ويقول لك كومبو معاها بطاطس وحاجه ساقعه؟ أيوة. عارفه الحاجات دي طبعا. السمنه دي بتيجي وتعمل لي معاها ايه؟ مجموعه من الامراض. زي ايه؟ زي امراض القلب. بتاثر على الاوعيه. فالاوعيه ترفع الضغط، والضغط ياثر على القلب، تعمل لي امراض في المفاصل. ليه؟ لان ربنا زي ما بقول كده مدي كل جسم قابليه انه يشيل على قده. برافو عليك. عدد معين من الكيلوات. حطيت له انت 10 كيلو زياده هياثر له على المفاصل، اي جوينت او اي حاجه فيها مفصل هتتاثر بيها. هل كده بس؟ لا، الحاله النفسيه. الحاله النفسيه بتتاثر بالسمن. هتقولي لي ازاي؟ هقول لك ببساطه جدا. انت واحده رايحه عندك خطوبه، عندك فرح، عندك اي حاجه، ما عارفه البس ولا عارفه ابص. قلتيها لا عارفه البس. زياده المقاس، يعني لما اجي انا بلبس ميديم طول عمري، جيت لبست لارج او لبست المقاس الاوسع، انا نفسيتي بتتضرب. دكتور، كمان الهرمونات متهيألي في جسم الانسان طبعًا. اللي هي المايستر بتاع الجسم بتلعب كله دور مهم جدا، بتختلف بزياده الوزن في الـ في الـ في الجزء الطفيف اللي بنتكلم عنه. كل حاجه بتتاثر بزياده الوزن. ده انا عايز اقول لك ان في ناس جيناتيكالي، يعني ايه؟ يعني اهلهم مثلا عندهم سمنه بيورثوا ده لاولادهم. طب انا دخلت دلوقتي في ايه زي ما بيقولوا كده في حسبه صعبه، هتتجه للانظمه اللي هي اللي حضرتك اتكلمتي عليها او الانظمه. طيب انهي نظام افضل او انهي نظام افضله عن نظام؟ بصي، كل الانظمه كويسه، مفيش اي مشكله، وبتعمل نتائج، وبتعمل نتائج ومفيش مشكله. ولكن مفيش نظام من الانظمه اللي هتنقلي اي نظام هيقول لك اعملي وما تعمليش. هيحدد لك زي ما كده اقامه، هيحدد لك، هيعمل لك اقامه جبريه. انت هتاكلي، يعني في دلوقتي نظام طالع يقول لك اسمه الداش دايت، ده يمكن اول مره حد يسمع عنه. داش دايت، داش دايت، يقول لك هتاكل اكتر من 50% جوجل. أيوة. اكتر من 50% من اكلك هيكون ايه؟ فيجيتابلز، ويعني فاكهه وخضار. يعني هيحدد لك، هيحدد لك انت هتاكل أكتر نص اكلك، نص إيه؟ الوجبات بتاعتك او اكتر هتاكلها ايه؟ خضروات وفاكهه. ما هو ده برضو في النهايه المثلث الهرمي. برافو. كلنا هنيجي اسمه ايه؟ الفود تشين، واللي هي الفكره ان انا لما هقلل سعرات القاعده قد ايه بالظبط كده، الهرم الغذائي، وان ناخد هرم مقلوب وناكل الصبح اكتر ما ناكل بالليل. طيب انا ليه ادخل في كل التفاصيل والانظمه والحاجات المرهقه اللي بتتعب زي مش هنقول مريض بقى، بس اللي بتتعب اللي عايز ينقص من وزنه اكتر ما بتفيده؟ صح. ليه؟ لان هو بيتعب، عارفه على ما ينزل له 5 6 كيلو بيكون كره، بيكون زهق. عايز اسالك سؤال، وكره الاكل وكره كل حاجه، مين عنده وقت ان هو يغير غير نظام اكل اسرته اللي هو فيهم اطفال وفيهم كبار، ويقعد يعمل لنفسه حاجه لوحدها اكل معين ان شاء الله ما اكلت ولا حسيت؟ بالظبط كده. ومش بس كده، ده هو بيستمر عليه يوم 2 3 10 وبعد كده ايه؟ بيزهق. لدرجه ان انا كان في ناس بتيجي يعني تسالني قبل ما تسال على النظام، اليوم الفري هيبقى امتى؟
تخيلي بقى هو يعني شاغل باله عشان نفسه ياكل عشان نفسه محرموش. طيب يبقى اذا هي الحرمان، هي الحرمان هي ايه ال زي ما بيقولوا كده الكورنر ستون او حجر الاساس بتاع اي نظام. انا بقى مش مع كده، انا بقى مش مع الكلام ده، انا مش مع ان انا احرمك. ليه؟ لان انا هحرمك هتستجيب معايا لمده شهر شهرين او اقل كمان، وبعد كده انت ايه هترجع اسوأ مما كنت. صحيح. يبقى اذا نعمل ايه؟ نقلل الكالوريز اللي هناخدها بس بطريقه امنه وبطريقه الشبع، ان انا ما اكلش كتير. هي إيه دي انا رايي ان ديت من افضل الانظمه اللي ممكن امشي عليها. طيب الحل ايه؟ احنا عايزين نتكلم على المنتج بتاعنا النهارده سوتي، وازاي ده يقدر يعني يتكيف مع كل الانظمه الغذائيه وما يحددنيش مع اي نظام. سؤال جميل جدا. طيب انا عايز اقول لك ان هو سوتي لوحده يعتبر نظام. نظام. ليه بقى انا اعتبر نظام؟ لان انا لما هستخدم الياف سوتي قبل الاكل بتلت ساعه، يعني قبل الغداء مثلا، قبل الوجبه الاساسيه بتاعتك بتلت ساعه، وقبل العشاء بتلت ساعه، انا كده عملت ايه؟ خليتك تقلل من الكميه بتاعه الاكل اللي انت هتاكلها. اوكي. طب لما هتقلل من كميه الاكل اللي هتاكلها ايه اللي هيحصل؟ هيقل معايا نسبه السعرات الحراريه اللي في جسمي. طبعا. فالجسم هيبدا يحرق اوتوماتيك من اللي عنده. طيب يبقى اذا هو ده نظام، يبقى انا مش هحتاج ان انا استخدم اي نظام معاه. ليه؟ لان انا وانس ان انا استخدمته انا هقلل من جرعات الاكل اللي على مدار اليوم، وبالتالي هينقص لي في وزني. طب لو انا شغال على نظام هل يفيدني ولا لا؟ ده هيفيدني ويساعدني كمان. ليه؟ لان التزم بيه على الاقل. بالظبط كده، انه هيخليني التزم بالنظام اللي انا ماشي عليه. مش هبقى جعانه طول مش الوقت، مش هبقى جعانه طول الوقت، هبقى انا حاسس بالشبع لمده تزيد عن ال 12 ساعه. طيب ايه الصوره اللي قدامنا دي دكتور محمد؟ ده اللي انا دايما بتكلم فيه، اللي هي الانظمه، اللي هي التسع حاجات انا بنصح بيها مع اي نظام او لوحدك لو انت عايز تشتغل على نفسك وتبدا تخس. طبعا الحاجات الاساسيه ان انا باكل دهون صحيه، ان انا بنام الثمان ساعات دي مهمه جدا، ان انا بشرب ميه، ان انا ببتعد عن الحلويات او الحاجات اللي فيها سكر. صح. ودقيق، الحاجتين البيض اللي هم ايه السكر والدقيق والملح. صح. ببتعد عنهم. ان انا بزود البروتين انتيك، يعني باكل وجبات فيها بروتين عالي ما فيهاش كربوهيدرات وما فيهاش دهون. كل الحاجات دي جميله جدا، وطبعا ان انا مارس رياضه او ان انا اجري أكتر. او ان انا اتحرك، كل ده جميل، ولكن كل ده انا بعمله وباكل يبقى كاني ما بعملش حاجه. بالظبط، ما بعملش حاجه. طيب سوتي بقى ايه؟ هنا بقى الفكره يجي هنا يلعب دور سوتي، ان انا هتمارس الحاجات ديت على عيني وعلى راسي بس تقلل في الاكل. طب انا واحد بيجي يقول لي ما انا ما بعمل الحاجات دي بجوع اكتر. ما واحد بيلعب رياضه ما هو طبيعي هيجوع. صح ولا لا؟ صح. لا، انا هنا بديك سوتي الياف طبيعيه 100% مصرحه من وزاره الصحه وحاصله على شهاده الايزو في التصنيع. مكونه من مجموعه من الالياف الطبيعيه المستخرجه من الخضار والفاكهه. تديني احساس بالشبع لمده لا تقل عن 12 15 ساعه. حلو. طب انا لما ابقى شبعان لمده 12 15 ساعه ايه اللي هيحصل؟ عندي الارج ان انا اكل اعك اي حاجه عليك. ومش هدخل كالوريز كتيره فهخس. طيب ناخد كده خطوه خطوه. حضرتك قلت الالياف جايه من الخضروات الفاكهه. نبدا بالفاكهه. ايه الفواكه اللي بتحتوي أكتر على الياف؟ يعني انا كنت دايما بحب ادمج الحته دي بطريقه عمل الالياف. يعني ايه الفواكه اللي فيها الياف مع طريقه عمل الالياف؟ بالزبط. طبعا من اشهر الحاجات اللي فيها الياف هي ايه؟ البرتقال، التفاح، الخرشوف، البطيخ، الحاجات دي كلها فيها الياف. ولكن انا بقى بقول ايه، ولكن حتى الفاكهه فيها كالوريز. تخيلي بقى، يعني التفاحه الواحده هتلاقي فيها مثلا 50 كالوري. فانا لو اكلت 5 6 تفاحات ما انا كده هبقى اكلت 300 كالوري. ما تقدرش اصلا تاكل 5 6 تفاحات. ما تقدرش على رايك، مش تقدر تاخد الفايده بتاعت 5 6 تفاحات. بالظبط. وحتى لو اكلتهم ما انا دخلت لجسمي 300 كالوري. طب ما انا ما بعمل ايه اهو؟ ما انا كده مش هخس برضو. يبقى انا الجا لايه؟ زي ما انا بتكلم على نظام الالياف اللي هي سوتي دي، نظام انا بسميها زيرو كالوري. يعني ايه زيرو كالوري؟ يعني منخفضة الكالوريات جدا. انا لما باكل الالياف الطبيعيه انا دخلت لجسمي 10 كالوري مثلا، وقعدت عليهم شبعان لمده ايه؟ لمده 12 ساعه. صحيح. طبعا كده احسن، حتى احسن من الفاكهه والايه والخضروات. هو ده الكونسبت بتاعي مع ايه؟ مع فكره الياف سوتي. طب ممكن نبدا كده توريني هنعمل سوتي ازاي؟ تحضرها يعني؟ انا دايما ماشي، دي دايما ايه بحب اعملها قدام المشاهدين عشان برضو يشوفوا طريقه تحضير، لان في ناس كتير بتلجا للحبوب وبتلجا للكبسولات. صح. عشان سهله، وشوفي بقى مش عشان حتى مفيده ولا لا، عشان سهله في الاستخدام. بالظبط. طيب الناس كلها عايزه تستسهل طريقه فقدان الوزن. انا بفرغ محتويات باكيت سوتي عادي جدا على نص كوبايه ميه زي ما احنا شايفين كده. ده مش فوار يا دكتور؟ لا لا لا، مش فوار خالص. هو لو فوار اي حاجه ايفرفيسنت لو حطيتيها على ميه هتفور لغايه الاخر. ده مش فوار، انا بحطه على نص كوبايه ميه. وعايز انتهز الفرصه ان انا بحضره على نص كوبايه ميه دي، ان انا بقول ايه؟ ان الكوبايه دي هي ايه؟ المعده. معدتي. برافو عليكي، هو دي المعده. وانا حطيت جواها الايه؟ الالياف الطبيعيه. وببدا اقلبها كده
او بدمجها مع الميه، لان انا عارف ان انا بشرب بعد الالياف الطبيعيه 3 او 4 كوبايات ميه. اوكي، يعني بعد ما ندوب، بعد ما بدوبه كده الميه. طيب هو هيدوب ولا لا؟ هو مش هيدوب، مش قوي، هو هيبقى سسبنشن، هيبقى معلق، يعني هاكله مش هشرب. هتاكليه بالظبط كده. طيب في ناس كتير تقول لي طمني طعمه حلو، طعمه جميل، وفي ناس كتير بتعمل حركات احسن عشان الطعم اللي هو ايه، تستخدمه مع عصير بس يكون بيور ما فيهوش سكر. خلاص، تستخدمه مع حليب خالي الدسم. ممكن احط عليه شويه مكسرات تبقى جميله جدا. ممكن احط المكسرات، لان المكسرات فيها الاتش دي ال. الاتش دي ال دوت يا جماعه دهون ولكن دهون صحيه. بتحسن عضله القلب وبتحسن الكوليسترول، بتحسن كل حاجه في الجسم. طيب انا دلوقتي قلبته اهو، اخذ معايا ايه مثلا 30 ثانيه. قلبته في قد ايه؟ 30 ثانيه. خلاص، لغايه لما ياخد لي الشكل القوام الهلامي مهلبيه كده. ايوه، القوام الهلامي ده. أوكي. طيب انا دايما بقول ان الالياف الطبيعيه بتمتص الميه، لانها مكونه من الياف زائبه والياف غير زائبه، سوليبل وان سوليبل فايبر زي ما بنقول. طيب الالياف الزائبه والغير زائبه دول بيعملوا كده كومبلكس مع بعض، يعني كلكعه كده. أيوة. خلاص، ويديني الشكل ده. أوكي. عشان كده نتاكد ان دي الياف طبيعيه. يعني بصي، لو شفناها هتلاقيها ما بتقعش. كل ما احط كمان اشرب ميه، احطها بقى في معدتي بقى، يعني بعد ما اكل دي واشرب ميه، هيفضل نفس المكونات دي تنفش. كل ما هزود الميه كل ما هيحصل هتشرب الميه كلها. المية. احنا المره اللي فاتت لو تفتكري احنا عملناها على شويه ميه اقل من دي شويه. صح. انا عطيتها لك المره دي في ميه اكتر. بالزبط. وممكن المره الجايه احطها لك في ميه اكتر، وهكذا. هنفضل كده لغايه لما ايه، لما تملي لي الكوبايه دي كلها. لما تملي لي الكوبايه اللي هي معدتي، اللي هي معدتي. فبالتالي هيحصل ايه؟ هيحصل ان انا مش قادر اكل. صحيح. هيحصل ان انا مش عايز اكل. هنا بقى تيجي نقطه الحرمان. انا بقى مش هقول لك ايه ما تاكلش، لا، هقول لك كل، ولكن هتقلل الكميات جدا. عايز نفسك في مكرونه بشاميل، هاكل مكرونه بشاميل، بس هتاكل ايه؟ بدل ما تاكل قطعه كبيره هتاكل ايه؟ معلقتين. طب اخده امتى وازاي؟ يعني ازاي عرفناها؟ بس كل قد ايه؟ كل قد ايه؟ الطبيعي او الدوز زي ما نقول كده الطبيعيه هي قبل كل وجبه رئيسيه. طب احنا الوجبتين الرئيسيتين اللي هم الغداء والعشاء. الغداء والعشاء، لان الفطار دايما بيتحرق على مدار اليوم، يعني. صح. غالبا اللي باكله في الفطار بحرقه على مدار اليوم في الايه، في الريجولر اكتيفيتي. بالظبط كده، في الاكتيفيتي او في النشاطات اليوميه بتاعتي بحرق الفطار بتاعي. فيتبقى عندي مين؟ الغداء والعشاء، وبالذات العشاء. في ناس كتير نظام شغلها ونظام حياتها تقول لي انا ما باخدش غير وجبه واحده بس بالليل. اوكي، ودي بقى هنا دي خطوره. ليه؟ ناس كتير تسمعي ان دكاتره وناس يقولوا لك ما تاكليش بعد الساعه 7 و8 بالليل. طب ليه؟ ليه؟ في ناس كتير يقول لي هو الجسم هيعرف منين ان الساعه 7 و8 صح ولا لا؟ ما هو فعلا هيعرف ازاي ان دلوقتي الساعه 8 الجسم؟ لا، هو مش فكره كده، هو فكره ان جسمنا، جسم الانسان، بيفرز ماده اسمها كورتيزول. كورتيزول مش كورتيزون. ايوه طبعا، الكورتيزون ده دواء. لا، وبيتفرز برضو من الجسم. بس الكورتيزون دوت هرمون بيطلع من الغده اللي فوق الكليه. أوكي. دي حاجه ثانيه. خلاص، دي بتنفخ الجسم. الجسم برضو بيفرز حاجه اسمها كورتيزول اخرها لام. ده بيعمل ايه؟ ده مشكلته ان هو لما بيبقى موجود او كده بيقلل من مستويات الحرق. اوكي، فده سبحان الله. سبحان الله، بيزيد في اوقات معينه من الدي بتاعك، يعني الصبح غير الظهر غير بالليل. فعشان كده بنقول ما تاكلش متاخر، عشان ايه؟ الجسم يقدر يحرق اللي موجود عنده ومستويات حرقه تبقى كويسه. فالناس بقى كتير تقول لي طب ما انا اعمل ايه، انا طول اليوم في شغل وباجي في اخر اليوم اكل وجبه. انا بقى بقول لك عشان تحافظ على الحته دي، تستخدم الياف السوتي قبل الوجبه الرئيسيه بتاعتك. هتؤدي الى انك هتاكل بس بنسبه قليله جدا. أوكي. وبنفس الوقت ملهاش اي اعراض جانبيه. مش هتاثر على شعرك، على بشرتك، على الوظائف الحيويه بتاعتك. طب ايه مكوناتها دكتور محمد؟ ايه المكونات بتاعت سوتي؟ ما احنا زي ما اتفقنا، المكونات بتاعت سوتي هي مجموعه من الالياف الطبيعيه مستخرجه من الايه، النبات والفاكهه، زي الخس، الجرجير، الكابوتشي. أيوة. اللي انت تعرفيه. الزهور، زهره مش عارف كذا وزهره كذا، اي حاجه فيها الياف طبيعيه. انت عارفه الالياف الطبيعيه دي اللي هي زي ايه كده، زي الشعر كده. خلاص، انا بستخلصها خلاص وبنصنعها بروسيسنج، وزي ما بنقول كده هي حاصله على شهاده الجوده في الايه، في التصنيع. خلاص، واقدر اديك في الباكت الواحد 17 جرام من الالياف الطبيعيه الايه، جسمنا المركزه. بيحتاج كام في اليوم؟ بصي، هو الاف دي اي قالت اخر حاجه ان اولا الالياف الطبيعيه ده شرط لازم تاخديه يوميا. اوكي، عشان كده يعني تسمعي ان طبق السلطه ده لازم يوميا طبعا. خلاص، ولكن طبق السلطه ده هيديكي كام جرام الياف طبيعيه؟ هيديكي ايه، 5 7 10؟ الاف دي زي ما بقول لك كده، يعني قررت انها للسيدات من 18 ل 25 جرام الياف طبيعيه لازم يوميا. اوكي، وللرجاله عشان الماسكولار ماس بتاعهم اكبر وعشان جسمهم اكبر، بتقدر توصل لغايه 34 جرام من الالياف الطبيعيه يوميا. ده لازم، ده مش اوبشن.
أوكي. يعني ده مش زي ده الميه كده، نعمله الاول وبعدين نفكر وبعد كده نشوف هنعمل ايه. طيب انا بقى بديك كل دوت في 2 باكت من الياف طبيعيه، 17 جرام و17 جرام يوصل له 34 جرام الياف طبيعيه. هتعمل ايه؟ هتديني الفايده الغذائيه بتاعتها، ومش بس كده هتسد الشهيه لمده زي ما بنقول كده 12 15 ساعه، وده هيخليني ما اكلش كتير فهنزل في الوزن. طيب نشوف الفيديو اللي معانا ده وحضرتك زي ما كنت بقول. ايوه ده بصي، يعني زي ما انا بتكلم دايما التفاحه فيها كام؟ فيها 60 كالوري او 50 كالوري. خلاص البوب كورن في ناس كتير يقول لك كل فشار عشان الفشار دوت بيسد الشهيه والكلام دوت، ولكن في برضه كالوريز. الخرشوف، التوست، التوستايه الواحده، كل ده يا جماعه 40. انت لو اكلت مثلا 3 4 هتبقى اكلت لك 120 على تفاحيه على مش عارف ايه، هتلاقي نفسك وجبتك برضو دخلت في 250 300 كالوري. صح. طب يبقى انت عملت ايه؟ ما هي في 3 وجبات، في 3 وجبات انت دخلت في ال 1000 كالوري. اي نعم، هو الكالوريز اللي هنا احسن شويه من الكالوريز اللي بتاخدها من الدهون. عايز اقول لك حاجه يا دكتور، برضو مين هيعمل كده طول الوقت؟ ومين هيعمل كده طول الوقت؟ والجنك فود والمقليات والسكريات، ولسه ما اتكلمناش عن الحلويات. ده موال تاني يعني خالص. طيب انا مش هحرمك بقى من كل ده، هي دي بقى الفكره. ومش هقول لك زي ما شفتي كده على الصوره، انا مش هقول لك لازم تاكل تفاح طول اليوم، لازم تاكل موز لا، ده طول اليوم. بديك فوائد الالياف، بديك فوائد الالياف اللي في التفاح وكده، ولكن بسعرات حراريه اقل من التفاح والفاكهه ديت. وفي نفس الوقت ايه اللي بيحصل؟ بشبع فباكل اللي نفسي فيه. شوفي بقى المعادله. دكتور محمد، دكاتره الدايت دايما بيقولوا عدو الدايت الاول هو الامساك. طبعا. فهل صوتي ممكن يعني يسهل الموضوع اكتر؟ بصي يخلي أنا دايما اي حد بيبقى مريض امساك او عنده كونستيبيشن زي ما بنقول كده، بينصحوه على طول بايه؟ باكل الياف طبيعيه، باكل خضار فيه الياف. صح. يقول لك كده، يقول لك ايه؟ خد خس، جرجير، الكابوتشي، الحاجات دي عشان فيها نسبه من الالياف عاليه. طب الالياف اللي لقوها بتعمل ايه؟ لقوا ان الالياف دي بتمتص من الدهون اللي موجوده في الانتستين، في الامعاء، وفي حوالين المعده والكلام ده. وبتعمل ايه؟ وبتزود حركه الايه؟ الزايده الدوديه، حركه الامعاء الدوديه. حركه الامعاء الدوديه ديت اللي هي البريستاليسز ديت هي اللي مسؤوله عن ايه؟ عن الاخراج. أوكي. فلما تزيد، لما تشتغل بسرعه جدا، خلاص اطلع كل اللي في بطني واطلع كل الايه؟ الفضلات بصوره صحيه وطبيعيه. لقوا ايه بقى العامل الاساسي في ان انا ازود البريستاليسز والحركه الامعاء الدوديه ديت؟ الالياف الطبيعيه. زي ما بقول كده دايما. وعشان كده انا بصي يعني السهم اللي تحت الاخضر، الاخضر ده الفايبر، لو قل الفايبر هتزيد كل الاسهم الحمراء. ايه الاسهم الحمراء دي بقى؟ اللي بتخن، الحاجات الخطيره. ما هي السمنه هتجيب لي بقى زي ما قلنا في اول الحلقه ايه؟ صحيح. امراض كتير هتجيب لي بقى ايه؟ جلطات، هتجيب لي امراض اوعيه، هتجيب لي امراض ضغط، هتجيب لي الكوليسترول هيعلى. الكوليسترول لما يعلى هيأثر على القلب، هيجيب لي حاله نفسيه مش كويسه، هيجيب لي جلطات في الدماغ، هيجيب لي مفاصل تتعب. طبعا. كل دوت ناتج من ايه؟ من قله الفايبر وزياده الايه؟ الوزن. دكتور، عايزين نتكلم على كمان اهميه ان احنا يبقى عندنا نظام غذائي متنوع. صوتي هيديني حريه في التنوع. بالظبط، لان انت مش يعني هتحرم، مش هضطر ان انا ابعد. يعني حتى اللي بيحب الحلويات هياكل حلويات، ما فيهاش اي مشكله، مش هيضطر ان هو يقطع ولا فيها اي مشكله، ما فيهاش مشكله. لان النظام انت بدل الغذائي بالظبط كده، بدل ما انت بتاكل الشوكليت مثلا بتاكل باكت كامل، لا انت هتاخد قطعه او قطعتين وهتشبع. يبقى انت كده ممكن تنوع في الانظمه. عايز تشتغل على الفيجيتيريان، عايز تشتغل كده، عايز تشتغل ريجيم ميه، عايز تشتغل صيام متقطع، مفيش اي مشكله. مفيش بقى مشكلة. خلاص انت مش مرتبط بالعكس بقى، ده انا شايف ان ديت حاجه اساسيه في اي نظام، ان انا ابقى شبعان. من سن كام؟ لان معلش احنا بدات عندنا ظاهره السمنه في الاطفال تبقى يعني ظاهره ملفته للنظر، فنقدر نستخدمها لاطفالنا من سن كام؟ بصي انت اشرتي الى حاجه مهمه جدا، السمنه في الاطفال. مفيش حد او 90% من الناس السمينه او اللي بيوصلوا للسمنه في الكبار الا بسبب وهم صغار. هي دي بقى المشكله. فانا دي حاجه مهمه جدا، الاطفال دي يا جماعه لازم نركز معاها كويس جدا، لان كل الاطفال يعني مش هتقول مش واعيه، ولكن هي بتحب ايه؟ بتحب الشيبسي، الحاجات البطاطس، الحاجات الجنك فود، الساندوتشات اللي من بره، وطعمها بيعجبهم اكتر. صح. أكيد. الميه الغازيه، الحاجات اللي هي ايه؟ الحاجات اللي المحبوبه، الحلويات، ده بيعمل لهم سمنه وهم صغيرين. صحيح. فالمعده ما بيكبر بتبقى قد كده، فيبدا بقى ايه؟ السمنه الدهنيه اصلا، والخلايا الدهنيه وكل الكلام ده. يبقى انا يهمني جدا ان انا اسيطر عليه من هو طفل. طيب من سن كام؟ من سن 7 سنين. انا من سن 7 سنين اقدر اديله، ولكن انا دايما بقول من سن 7 سنين بديله نص الباكت بس، نص الباكت، لانه مش يعني مش لازم استخدم معاه باكت كامل، لان هو لسه معدته مش كبيره قوي. فاقدر استخدم نص الباكت بس، وهيديني نفس الريزلت، نفس النتائج. ومش بس كده، هخليه ياكل اللي نفسه فيه، وهي دي بقى المهم.
احنا شايفين اهو دلوقتي قدامنا الفاتس قد ايه والماسلز قد ايه. بصي دايما ايه بصي دايما يعني انا دايما لما باجي اسال حتى الطلاب او اي حاجه اقول له كيلو كيلو الحديد اكبر ولا كيلو الايه القطن؟ السؤال القديم اللي احنا اتسالناه واحنا صغيرين. طيب هما الاثنين نفس الوزن، الاثنين نفس الوزن، ده كيلو حديد وده كيلو صح، ولكن ده الفوليوم بتاعه الحجم مساحته بتاعه مساحته جوه الجسم محتل عليك. من جسمنا قد ايه؟ محتل من جسمنا كتير قوي. الفاتس الدهون الكيلو بتاعها قد كده، كبير جدا كبير جدا حجما وليس ايه وزنا. ايوه. اما الكيلو وزن. الوزن وزن ثابت على الميزان هيطلع ثابت، الاثنين 2 كيلو. ولكن بص ال2 كيلو العضل او ال2 كيلو اللحمه البيور قد ايه، وال2 كيلو الفاتس قد ايه، لمين نفسهم الماسلز او العضلات. التانيين منفوشين التانيين نافشين واخدين. وشوفي برده حاجه مهمه جدا، الشكل بتاعها تلاقي الريجولر يعني شكله يعني هلامي كده، هو ده اللي بيبوظ شكل الجسم. جسمنا بالظبط، هو ده اللي بيحصل، اللي هو ايه تبص تلاقي تهدل في اماكن. أيوة. تلاقي حتت كبيره حتت صغيره ومش منتظمه، مفيش هوموجينيسيتي، مفيش تناسق في الجسم. حقيقي. فده يهمني ان انا انزل الدهون عشان يبقى في تناسق في الجسم. ده قبل وبعد، وسبحان الله احنا بنتكلم على الصغيرين وده سنه صغير وهو قبل. بصي قبل كان عامل ازاي وبعد بقى عامل ازاي. الفكره مش انه خس بس، لا الفكره انه خس بشيب. بص الشيب بتاعه كويس ازاي، بطنه شوفي بطنه هنا، يعني لما تيجي تقارني دايما حد بيخس ركزي في الحاجات دي، المعده، الفخذ، الايدين، هتلاقي بصي الاختلاف، بصي رجليه هنا ورجليه هنا. صحيح. بصي بطنه هنا وبطنه هنا، هو ده المهم، لانه بيخلي شكل اللبس حلو، بيخلي الصحه كويسه، بيخليني عايز اكمل. شوفي بقى طبعا. لما انا بخس بيخليني عايز اكمل. مغري ان احنا ماشيين على الطريقه الصح. طيب ده بقى مع السيدات. طبعا للسيدات انا شايف ان يعني من اهم حاجه، من اهم الحاجات اللي في حياه اي سيده، انها تبقى محافظه على شكلها وجسمها. صحيح. اعتقد ده اي انسان سواء راجل او ست هيبقى عشان اللبس وعلشان كل حاجه، وعشان صحتها وعشان اولادها وعشان تلعب مع اولادها وعشان تمارس حياتها بشكل طبيعي. المشكله ان اغلبيه السيدات بعد الحمل وبعد الخلفه بيدخلوا في دوامه السمنه. بالزبط. خلاص، فليه بقى انا اسيب نفسي للكلام ده؟ لا، انا اقدر استخدم الياف صوتي وهيكنترول الحكايه دي وهيخليني ما اكلش كتير، فهيخليني انزل زي ما قلت كده بشكل جسم حلو. أوكي. ودي حاجه مهمه جدا بتهم اي سيد. قبل الاكل بنص ساعه مثلا، تلت ساعه، نص ساعه، ما فيش مشكله، بس اهم حاجه اشرب ايه؟ ميه، 3 أو 4 كوبايات ميه. وعلى مدار اليوم بقى اوصل ل 3 لتر ميه، لان زي ما بقول كده الميه يا جماعه مهمه جدا جدا جدا. انا عايز اقول لك حاجه، ضغطك واطي اشربي ميه، ضغطك عالي اشربي ميه. شوفي يعني ده علاج بقى ايه، ده حاجه غريبه جدا. طيب عايزه تحرقي دهون اشربي ميه، عايزه وشك يبقى نضر وكويس اشربي ميه، عايزه شعرك ما يتساقطش اشربي ميه، عايزه الكليه تفانكشن صح، حل سحري لجميع مشاكل الجسم. طب معانا استاذ سعيد على التليفون. استاذ سعيد مساء الخير يا فندم. اه سعدون يا فندم، ازي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين. بيقولوا لي حضرتك استخدمت صوتي. انا استخدمت حجاب صوتي 45 يوم متصله والحمد لله نزلت في ال 45 دول حوالي 12 كيلو وجسمي ثابت عليها من ساعتها لحد دلوقتي الحمد لله. 45 كيلو يعني شهر ونص. طب 45 يوم حضرتك. انا اسفه، 45 يوم يعني شهر ونص. ايوه. احكي لي كده كنت بتستخدمه ازاي والنتائج على مدار الايام الاولى كانت شكلها ايه؟ انا كان عندي كيس الصبح وكيس قبل الفطار وكيس قبل الغداء. ثلاثه يعني. لا اثنين حضرتك. كيس قبل الغداء وكيس قبل العشاء. قبل العشاء. فكنت بقى اجيب في طبق كده واحط عليه كميه ميه واقلبه واعمله زي المهلبيه كده، وبعديه بقى اخد ميه وراه كتير كده يجي نص ساعه وساعه الا ربع يعني. جميل. حسيت اول اسبوع يعني خسيت قد ايه؟ حوالي 3 4 كيلو، بس انا كنت كمان بمشي، كمان اللي ساعدني اكتر كمان انا كنت بمشي مع الاهلي مع الكلام ده يعني. كنت بنزل امشي كده فالحمد لله يعني. هل كنت بتتبع اي نظام غذائي محدد؟ لا لا ولا بتاكل عادي يعني؟ باكل عادي بس هي الكميات قلت بقى دلوقتي. يعني بتاكل رز وعيش وبتاكل بطاطس حضرتك؟ رز وعيش ومحشي كل ومحشي كمان. كويس كويس. طب الاعراض الجانبيه بقى دي مهمه، هل صادفتك اي اعراض جانبيه وانت بتستخدم الياف صوتي؟ لا اطلاقا اطلاقا الحمد لله اطلاقا. كويس. يعني الشعر مثلا، بشرتك ما حسيتش باي تعب في اي حاجه؟ الحق يقول ما فيش اي اعراض جانبيه الحمد لله. كنت بتستخدم اي ادويه عامه يعني؟ كنت انا بستخدم ادويه كتير عموما يعني. وما فيش برضو اي تعرضات ولا في لا ما فيش. انا باخد حاجات الكوليسترول والدهون والضغط والمعده وكده، بس الحمد لله ما فيش حاجه الحمد لله. والامساك بقى مهم. أيوة. طمنا على الامساك. لا الاخراج زي الفل الحمد لله. طيب. رب العالمين. كويس. الاخراج منتظم ومريح. عايز توصل لوزن كام بس؟ مهم قوي ده. نعم يا فندم. عايز توصل لوزن كام؟ عايز تنزل كام كيلو كمان؟
لا انا مش عايز انزل تاني خلاص, خلاص كده. لا طيب ده سؤال مهم جدا يا استاذ سعيد, انت دلوقتي مثبت؟ مثبت. هل لسه ما زلت بتاخد سوتي ولا لا؟ لا لا ما باخدش دلوقتي. دلوقتي لا. احنا النقطة دي بقى هنسأل فيها دكتور محمد, لان في ناس كتير جدا بعد ما بتبطل دايت بترجع كل اللي اكتسبته من وزن مرة تانية. انا بشكر حضرتك, بتمنى لك التوفيق. شكرا يا فندم. في فقدان الوزن وفي الصحة عموما. ناخد منى الاول وبعدين ارجع لدكتور محمد. طيب يا منى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. قولي لي بقى حكايتك مع سوتي. الصراحة أنا كنت داخلة على 90 كيلو, يعني كنت 88 كيلو تقريبا. وأنا ده كان وزن زيادة عن طولي, يعني 159 سنتي. 159 سنتي يعني بالكتير تبقى 60 61 59 يعني حاجة و20 كيلو زيادة عن الوزن. اوكي عملتي ايه؟ كمان كان ظهري ورجلي وجعيني زيادة الوزن, فسمعت دكتور محمد قبل كده بيتكلم عن المنتج وكلمتهم في الشركة فعلا وخدت المنتج. وانا كمان مش منتظم, يعني انا ما بنزلش في علاج ولا في حاجات ديت, ما شاء الله يعني الحمد لله نزلت 9 كيلو في اقل من شهرين ما شاء الله. حلو جدا. من غير انتظام يعني. 9 كيلو 9 كيلو في اقل من شهرين. وتقريبا ما خلصتش علبتين يعني. الله, يعني كده ما بتاخدش كل يوم. مش منتظم. كمان مش منتظم. منتظمه يعني علي. بس حلو برضه كويس. الشعر, البشره, اي حاجه؟ دايما انا بحب اسال على الحاجات دي. لا لا كل حاجه تمام زي الفل. كله تمام, مفيش اي حاجه يعني ضايقتك في الموضوع؟ مكمله. لا لا. كمان يا منى مكمله. يعني لما لقيتي ان في فرق بداتي تنتظمي اكتر؟ انا واخده كورس كبير وشغاله فيه دلوقتي. انا عايزه كمان انزل تاني كمان اكتر من 10 كيلو تاني او حاجه, فشغاله دلوقتي احاول انتظم كمان فيه. ده شيء جميل ورائع, بهنيكي يا منى ومبروك ال 9 كيلو عقبال الباقي. كمان على فكره انا نازله مقاس اكثر من 9 كيلو. كويس. يا سلام. عشان الدهون. نازله زي ما حضرتك قلت. الدهون بتقل. الدهون بتبقى منتشره في الجسم بشكل لما بنقلل يعني كبير. الكيلو في الدهون بيقلل المقاس. طب بالظبط البروتينات والعضلات اقصد. طب. العضلات بتبقى لما شويه. بشكرك يا منى, شكرا جزيلا. عايزه بس اسال قبل ما نشوف السوشيال ميديا والريفيوهات اللي احنا دايما بنهتم بيها مع حضرتك دكتور محمد, اللي عايز يثبت وزنه. طيب هو بصي, تثبيت الوزن ديت يعني هو برضو ايه يعني كونسبت خاطئ شويه. مفيش حاجه اسمها ايه تثبيت وزن قوي, او مفيش حاجه اسمها اعمل تشوك للجسم والكلام ده. هو كل جسم بيبقى على حسب, بيبقى على حسب ايه طبيعته وعلى حسب الستيدي ستيت اللي هيوصل لها. يعني هو نازل 10 كيلو لازم يقف شويه وبعد كده ينزل تاني, هو ده الطبيعي. ولكن ولكن الاهم من دوت ان انا ما ارجعش للوزن. اوكي بصي بقى, الاهم من ده ان انا ما ارجعش للوزن زي ما انت قلتي كده, ايه اوصل لوزن معين وما ارجعلوش تاني. عمري ما هرجع للوزن طول ما انا ماشي على حاجه بتشتغل على المعده. بالظبط. انما لو بشتغل على المخ ممكن دي تبوظ. في اعراض ثانيه ويرجع لي الوزن والكلام ده. بالظبط. طيب عايزه اقول لحضراتكم حاجه, ان شركه اورجانيكا عامله 50% ديسكاونت للي هيتكلم من مشاهدي ست الستات. ده حاجه لينا احنا للبرنامج اللي بشكر طبعا شركه اورجانيكا عليها. شكرا جزيلا. شكرا دكتور. وعايزه واحنا بنتكلم برضو نشوف الريفيوز ونكلم فيها دكتور محمد. بصراحة الله يبارك لكم على منتج التخسيس, رهيب بجد. وياسمين كمان كاتبة ريفيو حلو قوي. كلمني يا دكتور, إلى أي مدى بتستفيدوا من الريفيوهات دي وتتواصلوا مع الناس؟ أنا بعتبرها الترمومتر بتاع النجاح أي حاجة. يعني إيه؟ يعني أنا بشوف اللي قدامي دوت خس ولا لأ. وخس زي ما سألت كده الناس اللي اتكلمت, إن أنا بسألهم هل جالكوا أعراض جانبية ولا لأ. وده بقى بيقوم بيه زي ما بنقول كده فريق من المتابعة. أيوة. بيفضل يتابع. بالظبط كده. أنا مش بديك الحاجة والسلام عليكم وعليكم السلام, لأ. أنت بتمشي وكل أسبوع أو 10 أيام حد من فريق المتابعه بيكلمك, خسيت ولا لا؟ طب في حاجه ضايقتك ولا لا؟ طب في اعراض جانبيه ولا لا؟ زي ما انت قلتي في امساك ولا لا؟ وبنبدا نشوف ايه, يعني نعمل كده زي ما يقولوا ايه بتاع حسابيه كده, ونشوف كام واحد راضي, كام واحد فيها, لو في اي حاجه نعملها. هو ده المتابعه يا جماعه, ده اساس النجاح. أكيد. ومش بس كده, والفيدباك بتاع الايه الناس اللي بتستخدم اي حاجه للتخسيس عشان تبقى راضيه عن نفسها وهي بتستخدمها. طبعا احنا قدامنا دلوقتي البيج بتاعه اورجانيكا على فيسبوك وعلى السوشيال ميديا, هتلاقوها اورجانيكا بيوتي واورجانيكا. يعني احنا قدامنا دلوقتي الصفحه, اللي عايز يعمل ريفيوهات عن المنتجات واللي عايز برضو يسال اي اسئله, بالاضافه ان احنا قدامنا دلوقتي شهاده الايزو دي في جوده التصنيع. زي ما بقول دايما ان الحاجه مصرحه من وزاره الصحه, ومش بس كده دي اضمن حاجه. بالظبط كده. ومش بس كده, دي اخده شهاده الايزو في تصنيع المنتج, يعني ان هو متصنع لايه زي ما بيقولوا كده على اعلى الكاتيجوري. سؤال دكتور,
قبل ما نختم الفقره والحلقه احصل عليه ازاي؟ من اورجانيكا، من الصفحه نفسها. من الصفحه انا بتكلم، من الصفحه نفسها، اتواصل مع الصفحه هيبعتولي بالظبط كده، هيبعتوها. وما تنسوش الخصم 50% على المتصلين اللي بيقولوا احنا تابعنا المنتج على برنامج ست الستات على قناه صدى البلد. دكتور محمد تركي، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا، وانك شرحت لنا كل ما يخص منتج سوتي او يعني الفايبر سوتي، وان شاء الله لينا لقاءات تانية، ويكون معانا أسئلة مشاهدين تانية نجاوب عليها كلها المرة الجاية. شكرا لك. بشكر دكتور محمد تركي المدرس بكلية الصيدلة، شكرا جزيلا. وكمان بشكر حضراتكم على متابعتنا النهاردة. بكرة بإذن الله تكون حلقة جديدة ويوم جديد مع ست الستات. يا رب أشوفكم على كل خير. باي.